ميكرو فريد مع انفاس كما العاده. خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس على الزياده ديال ليسانس والمازوط. الا بغيت تعرفوا ارتسامات ديال الناس يلاه معنا. السلام عليكم. عليكم السلام. اخي اش دار لك في هذه الزياده ديال الاسعار ديال البنزين؟ نعم. المحروقات كامله بصراحه هذا الشيء ماشي معقول. يعني من ناحيه المواطن المغربي مضرور بزاف، لان الزياده في الاسعار، المواد الغذائيه، الزياده في المحروقات، يعني بصراحه المواطن يعني واكل العصا كما نقولوا. ونتمنى من الحكومه باش تحاول يعني تفكر الناس اللي ما عندهمش، يعني داك اللي ما عندوش درويشه، اما واحد مسكين يعني ما عندوش، يلا الخلصه ديالهم محدوده، يعني كيزيدوا ليه في المحروقات. يعني كاين مسكين اللي راه هذيك الطوموبيل دايرها باش كيمشي، يعني يلا كيخدم باش كيخدم على الوليدات، ما حيلتو الكرا، ما حيلتو المصاريف ديال الوليدات، ما حيلتو المدرسة. يعني فكروا شوية للدرويش. أما ذاك اللي عنده راه ماشي مشكلة، ذاك راه كاين، راه كيما نقولوا كاين التاكة بكل تواضع. النقل العمومي والمواد الغذائية، حنت سميتو ترانسبور، هو اللي كيتكلف هذا الشيء ديال، هو اللي كيجيب السلعة، هو اللي كيجيب السلعة ضروري من الزيادة. ولكن هاد الناس اللي كيزيدوا هادي يرفقوا علينا شويه، ولكن كيقول واحد المثال، الكرش شبعانه ما كتحسش بجيعانه. ورساله للمسؤولين اللي كيزيدوا. رساله للمسؤولين، رفقوا بنا والله يرفق بكم. هادشي خويا بزاف علينا، الله يرحم الوالدين. حنا خويا باغينا واحد العيشه مستوى ونعيشوا في الحنان. هادشي بزاف علينا غالي يا خويا. وتا الشتا خويا راه ما كايناش، وانت تشوف حاله المسكين كي دايره. خويا حنا بغينا نعيشوا دراويش، وانتم غاديين بخير وعلى خير. بارك علينا. رسالة من هادو اللي كيزيدوا الناس المسؤولين، كنقول لهم تكيسوا، فكروا المواطن، فكروا ليه، لأن كاين المواطن اللي ما عندوش، اللي هو عنده الطريطة ديال الدار، عنده الكرا، خدام على وليداته، كاين اللي مسكين خدام على والديه، عنده في الدار مراد. يعني كنتمنى هذا الميساج كنقولوا للمسؤولين، يحاولوا يفكروا المواطن، باش حتى المواطن يعني نهار اللي غيجي الانتخابات غتحتاجوهم وغادي يكونوا معاكم، لأن علاش حتى نتوما راكم كنتوا معاهم.